أهلا بكم من جديد. تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، توج أنجال سموه سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة أبطال كأسي سموهما بمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد في ختام الأسبوع الرابع من المسابقة. هذا وشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة منافسات سباق الهجن وسباق الخيل العربية وسباق السلق، حيث تابع سموه السباقات. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الأسابيع الأربعة السابقة حققت العديد من الأهداف المرجوة من المسابقة، يأتي في مقدمتها تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالاستمرار بدعم رياضة الموروث الشعبي، ومشيرا إلى أن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأكبر لهذه الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة بفضل دعم جلالته. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة الواسعة التي شهدتها الأسابيع الأربعة السابقة يؤكد نجاح المسابقة وسيرها على الخط السليم الذي سيعطينا الحافز الكبير بتقديم مزيدا من الدعم والاهتمام برياضة الموروث الشعبية، مشيدا بالمستويات الرفيعة التي قدمها الملاك والصقرون المشاركون في المسابقة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة المنظمة برئاسة السيد خليفة عبد الله القعود وحرص كافة رؤساء اللجان والأعضاء العاملين بتقديم أفضل الخدمات للملاك والسقارين المشاركين، مقدما التهاني والتبريكات إلى كافة الفائزين بالمراكز الأولى والمتأهلين للمشاركة على لقب النخبة على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رياضة الموروث الشعبي لها اهتمام بالغ من الملاك والمشاركين، والحضور الكبير الذي شهدته المنافسات يؤكد نجاح المسابقات، مقدما التهاني لكافة المشاركين في السباقات. هذا وتوج سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة أبطال كأسي سموهما للأسبوعين الثالث والرابع، حيث فاز بالمركز الأول فئة الحرار وجيرات الخلط فريق البحرين، فيما فاز في فئة الشواهين فريق الرفاع، أما في فئة جيرات الشواهين فاز فريق صقور البحرين. وعلى كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة فاز بالمركز الأول في فئتي الحرار وجيرات الخلط فريق الرفاع، وفي فئة الشواهين فاز بالمركز الأول فريق البحرين، في فئة جيرات الشواهين فريق صقور البحرين. وتوج سموهما أبطال السقار الصغير على كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة، حيث احتل المركز الأول ركان صالح العجمي. هذا وأقيمت منافسات سباق الهجن للشيوخ، وجاءت في المركز الأول سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة، وفي الشوط الثاني لسباق الهجن للشيوخ المركز الأول سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة، وفي سباق الهجن جاء في المركز الأول سالم ناصر السعدي. في منافسات سباق الخيل العربية احتل الفارس صلاح عيسى المركز الأول على متن الجواد شعلان الفاتح للمالك اسطبلات المجد، وفي سباقية السلق للإناث والذكور فاز بالمركز الأول فريق فيكتوروس.